السلام عليكم مشاهدي الكرام ورحمة الله وبركاته. يتجدد معكم اللقاء وتغطية أخرى نقدمها لكم من النجف الأشرف. تغطيتنا ستكون خاصة عن مسير العاشقين والذي نظمته العتبة العباسية لعدد من المشاركين من الدول الأفريقية. هذه المسيرة التي تنطلق من ساحة الميدان وصولا إلى مرقد سيدي مولاي أمير المؤمنين لتقديم له العزاء في هذه الأيام الأليمة. ابقوا ويانا فقرات هذه التغطية. كربلاء لا زلت كربا وبلا كربلاء لا زلت كربا وبلا مالك عندك آل المصطفى كربلاء مالك عندك آل المصطفى كربلاء لا زلت كربا وبلا كربلاء لا زلت كربا وبلا مالك عندك آل المصطفى كربلاء كربلاء لا زلت كربا وبلا كربلاء لا زلت كربا وبلا مالك عندك آل المصطفى كربلاء نظم مركز الدراسات الأفريقية التابع للعتبة العباسية المقدسة قسم شؤون فكرية وثقافية هذه المسيرة، مسيرة عشاق الحسين للقارة السمراء، وضمن توجيهات المتولي الشرعي السيد أحمد الصافي التأكيد على هذه الشعائر بأن نوضح للأخوة الأفارقة من الجاليات الأفريقية بمختلف بلدانهم ولغاتهم وثقافتهم أن نبين لهم حقيقة عاشوراء وما جرى في عاشوراء. جاءوا اليوم لتجديد العهد والولاء لأمير المؤمنين معزين بمصاب ولده الإمام الحسين عليه السلام. سيدنا، الهدف من هكذا مسيرة اليوم مختلف الجنسيات الأفريقية يشاركون بهكذا مسيرة، أغلبهم من طلبة الحوزة العلمية، ويعني حقيقة هناك هدف عقائدي من هذه المسيرة. بالحقيقة بالواقع أنه الهدف من هذه المسيرة هو تأكيد لما جاء به الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإصلاح لأمة النبي والخاتم لا تفرق بين
أعجمي وعربي، بين الأسود والأبيض. ولذلك القضية الإصلاحية التي خرج بها الإمام الحسين تشمل حتى القارة السمراء ذات اللغات المتعددة من اللغة السواحلي والهوسة والفولات وغير اللغات الأخرى. فلذلك نريد أن نبين للعالم أن الحسين ليس لجهة معينة أو لطائفة معينة، بل للعالم أجمع. كي تمسه التربة على إعجالها، تمسه التربة على إعجالها، عند يا نهر رميل بالدماء. كربلاء لا تزكي كربا وضلا، بلا لا زلت كرب وبلا، عليك جندك عادل مصطفى. كي تمسه التربة على إعجالها، تمسه التربة على إعجالها، عند يا نهر رميل بالدماء. كربلا لا زلت كرب وبلا، تمسه التربة على إعجالها، تمسه التربة على إعجالها، أنت لا نهر رميل بالدماء. كربلاء كربلاء جميعا كربلاء رميل بالدماء. كربلاء لا تزكى كربا وضحي، كربلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الظالم خصما وللمظلوم عونا. ففي العالم الإسلامي الآن نعاني من ظلم الصهيوني في العالم، وكما أن الإمام الحسين عليه السلام كان ضد الظالم وهو يزيد بن معاوية لعنة الله عليه، فالأفارقة هم اقتدوا به وجعلوه أسوة لهم، فهم الآن يتظاهرون حتى يشيروا ذلك تلك الحسية عندهم أنهم ينصرون مثلا من هو المظلوم. وفي ذلك الوقت كان في كربلاء كان إمام الحسين هو المظلوم، ولكن في حالنا الموجود نحن نعرف أن هناك غزة في قيد الظلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوان، كما أنتم تعرفون نحن جئنا من قارة السمراء تحت المركز الدراسي الإسلامية لكي نشارك بهذا المسير الذي يعني مسار لسبب يعني مصيبة الإمام حسين عليه السلام، ثم نعزي صاحب العصر والزمان ونعظم مرجعية العظام ونجدد ولايتنا علي بن أبي طالب عليه السلام. لماذا قلت الإمام حسين؟
الإمام حسين هو درس. الإمام حسين ليست فقط للشيعة أو للمسلم، لا، الإمام حسين خاف الناس. أنا شفت رأيت رأي عيني المسيح من فاتيكان جاء إلى كربلاء وزور الإمام حسين ويسجد. ولذلك الإمام حسين لماذا قتلوا الإمام حسين؟ هذا درس نلقيه في عالم الإسلامية وعالم البشرية والعالم الإنسانية في العالم كله كافة. هذا المسير أيضا عنده علاقة بما حدث في غزة، الغزة البشرية. لماذا قتل أهل غزة تقريبا سنة كاملة يوم ليلا ونهارا؟ هؤلاء المجرمون يقتلون إخواننا في غزة، لماذا؟ عنده علاقة ارتباط مع صورة الإمام حسين عليه السلام. ولذلك نحن لسنا مع أعداء، نحن يوميا مع البشرية، نحن مع البشرية في كل مكان. ولذلك برعنا بما حدث في غزة وفي كل مكان. ولذلك قضية غزة جدا قضية جدا جدا غير واضحة، قضية جدا مبهمة. لماذا؟ بأي ذنب قتلوه؟ لبيك مولاي يا حسين، لبيك مولاي يا حسين، لبيك مولاي يا حسين. حسين بن علي، أنا حسين بن علي.
حسين بن علي أنا حسين بن علي لبيك مولاي يا حسين أنا حسين بن علي أنا حسين بن علي لبيك مولاي يا حسين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني كما ترى أن الناس قد أجمعوا وطلب كثير من دول متفرقة يعني من قارة السمراء، يعني فيها يعني أكثر من 10 دول، يعني من نيجيريا، بوركينا فاسو، بوروندي، تنزانيا وما إلى ذلك. ونحن نجمع في هذا المكان المبارك في كل سنة، نذهب إلى أمير المؤمنين عليه السلام لنعزيه على هذه المصيبة التي أصابت عالم آل بيت محمد صلى الله عليه وآله، ويعني نؤذي له ولجميع المؤمنين. وهذا التجمع وهذه المصيرة العشق يعني يجري من قبل العتبة العباسية من قبل مركز الدراسات الإفريقية، وعظم الله أجورنا وأجوركم. شيخي، في كل عام هناك كان يكون عندكم كهدف معين، في سنة من السنوات خرجتم نصرة للقرآن الكريم وتأييدا، هذه السنة هناك عدوان على غزة، وكأنما من خلال ثورة الحسين هناك ثورة أخرى ضد الكيان الغاصب وضد ما تفعله أمريكا في غزة المحتلة. أي يعني هذا المسير مثلا تعرف دائما على الإنسان مثلا أو المؤمن أن يهتم بأمر المسلم أخوه، يعني كما جاء في حديث يعني لا يؤمن الإنسان في مضمون الحديث، يعني إذا كان لا يهتم بأمر المسلم، يعني المسلم الذي كان في الغرب يجب أن يهتم بأمر المسلم الذين كان في الشرق. ولذلك هذا مثلا ثورة الحسينية عليه السلام يعني حتى الآن يعني تعني النصرة على المظلوم، يعني يجب أن ننصر المظلوم الذي يدعونا لنصرته. مثلا هذه في كيان الصهيوني الذي ماذا يجري الجرائم في الغازة، علينا أن ننصرهم يعني بقدر استطاعتنا، مثلا بالتجمعات، بالمقابلات، بما إلى يعني كل ما نقدر عليه علينا أن ننصرهم من خلاله. هكذا يعني حبيبي. Yeah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الروح التي هلت بفنائي. إن شاء الله هذه المسيرة تعني يعني إحياء مشاعر الدينية، لأن يعني سر هذه المسيرة يعني سر البقاء لكل شيء في هذه العالم، لا سيما نحن كطلاب. ويعني دائما مسيرتنا تكون يعني على نهج الحق، وما رأينا فيه هذه الحق هو يعني نهج إمام الحسين عليه السلام، يعني لبقاؤنا، لبقاء العالم، لنشر العلوم وطريقة التضحية. لأن تعرف أن نحن كطلاب لازم نعرف يعني أساليب هذه يعني كيفية يعني مسيرات لهذا الذي وضحناه أهل البيت عليهم السلام. لذلك خرجنا لهذه الإياه وهذه المشاعر لتعزية رسول صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي وسيدة زهرة والمعصومين عليهم السلام. جئنا في هذه المسيرة لأجل مواساة أمير المؤمنين عليه السلام لولده المقتول في أرض كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، وهذا من شعائر الدين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله ذلك من تقوى القلوب. إذا ونحن جئنا هنا في هذه المسيرة لنحيي شعائر الدين ونواسي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبك الليل والنهار، ولا جر الله وآخر أحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة كما ترون نحن الطلبة الدينية في الأفارقة جئنا نجدد بيعتنا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب لمصاب الذي وقع في واقعة الطوف يوم العاشر في شهر رمضان شهر المحرم عفوا. وبسبب هذا يعني الواقعة صار يعني كالعلام للمسلمين العالم الذي كان ملعونين بنو أمية قتلوا أهل النبوة وكاد أن يدمروا دين الإسلام، وقام أبا عبد الله الحسين عليه السلام بالدفاع الإسلام بالسيوف والأولاد المسلمين تمام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن كما ترون هنا في ساحة الميدان أجيال الأفارقة الدارسين أو الدارسون هنا في العراق وخاصة في حوزات النجف، جئنا هنا في هذا أو إلى هذا الميدان
اجتمعنا هنا ندخل هنا من هنا إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام في مسيرة أزائية نظمه مركز الدراسات الإفريقية برعاية قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية المقدسة. كما كانت لنا روايات تشير أن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تطفأ إلى الأبد. فطبعا نحن أيضا كغيرنا من البشر نشعر بالحزن والأسى تجاه استشهاد وقتل الإمام الحسين عليه السلام، ونحن هنا في هذا الميدان لنعبر عن حزننا وأسفنا وتعازينا لأمير المؤمنين باستشهاد ولده الإمام الحسين عليه السلام. هذا هو الغرض الأساسي لتجمعنا من هنا إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام. وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام تغطيتنا واللي كانت خاصة عن مسير العاشقين والتي انطلقت من ساحة الميدان وصولا إلى مرقد السيدة مولاي أمير المؤمنين. شارك فيها أكثر من 9 دول أفريقية، أعضاء هذه الدول أو الممثلين لهذه الدول شاركوا في هذه المسيرة لتقديم العزاء إلى سيد مولاي أمير المؤمنين في ذكرى استشهاد ولده الإمام الحسين عليه السلام. إلى تغطية أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.